تم إخراج طلقات كانت داخل جسم المغدور محمد الموسى لم يتم الإفصاح عنها سابقاً. في أمور الطب الشرعي لم يفصح عنها بالتقرير الأول، التقرير الثاني أفصح عنها. يوجد طلقة لم يذكرها وهي الطلقة السادسة، غير الخمس طلقات اللي أخرجوها من جسد المغدور، هي الطلقة السادسة لم يذكرها الطب الشرعي في التقرير الأول ويحاسب عليها ويدان عليها. هي طلقة بالخلف من الرأس، تم تحديد اتجاهات الطلقات على عكس التقرير السابق، وكان في رصاصات وشم، معنات رصاصات الوشم بانه رصاصات اطلقت عن قلب قرب. لم يذكر الطب الشرعي في التقرير الاول عن هاي الرصاصه، يعني هاي الرصاصه اصدقائي مفككه، معناتها في نوعين من السلاح استعمل في قتل المغدور محمد. ابن يوم الله بيعرف تمثيل، اجوا في بيناتهم صفوا على كتاب ابني له حق عندهم، راح يجيبوا بيعطوه رصاصة بالقلب حقه. الاعفاء من العقوبة للضرورة وفي حالة دفاع مشروع هي تعفي من الملاحقة، مش بس الجزائية بمعنى انه ما بقى ينحبس، وانما ايضا من الملاحقة المدنية بمعنى انه الحقوق، اذا كان تمت حقوق شخصية لاهل المقتول ما عندهم بالقانون حقوق شخصية ليطالبوا فيها إذا ما تم تبني رأي النيابة العامة.